كل ملفاتك الشائكة خلال الفترة اللي فاتت وما قبلها وما قبلها وما قبلها، تمسك النادي الأهلي بهذا القرار أو نهج بالميثاق الأولمبي، نعم، والنهج اللي العالم كله اتخذه، لأن طبعا الناس ما وصلتش لهذا الاتفاق إلا بعد أحداث كتير حصلت على مستوى العالم. مظبوط. أحداث كتير حصلت من أحداث شغب لي ولكن عشان كده وصلوا النهاردة لميثاق. الرياضة أساسها إيه؟ الرياضة دي أساسها الأخلاق، الأخلاق، السلام، التنافس الشريف. أيوة فن. فهم إزاي؟ يعني كلها ليه، حط بقى تحتيها 100,000 حاجة. هو النهاردة أول حاجة الطفل بيقف قدام علم بلده وبيبقى عنده انتماء أما بيخش المدرسة. طب قبل ما بيخش المدرسة أول حاجة بيبقى النادي، نادي، بيبقى انتماءه للمؤسسة اللي هو فيها، أيا كان بقى، نادي، مركز شباب، أي مكان هو بينتمي ليه، ده أول حاجة بتربي عنده الانتماء للوطنية لبلده. مظبوط. خلاص.